أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة شخص كل 4 ثوان نتيجة التدخين، أي 900 حالة يومياً و8 ملايين سنوياً على مستوى العالم، و60 ألف طفل دون 5 نتيجة التدخين السلبي. ويحاول العديد من المدخنين بالإقلاع عن التدخين تجنباً للأضرار التي يسببها، لكن الفوائد التي يحققها قرار وقف التدخين تستدعي الاستمرار في التوقف والمحاولة مراراً وتكراراً. بعد 20 دقيقة من التوقف عن التدخين يبدأ معدل ضربات القلب في النزول تدريجيا حتى يصل إلى المعدل الطبيعي. بعد 12 ساعة تعود معدلات أول أكسيد الكربون إلى مستواها الطبيعي في الجسم. بعد 24 ساعة تقل احتمالية الإصابة بالنوبة القلبية مرتين بالمقارنة مع المدخن لعلبة واحدة من السجائر. بعد 3 أيام بحلول نهاية اليوم الثالث يمكنك التنفس بسهولة والحصول على المزيد من الطاقة وتبدأ رئتان بالتعافي. من 2 إلى 3 أشهر يبدأ معدل الإصابة بالنوبات القلبية بالنزول ووظائف الرئة تتحسن بشكل ملحوظ. في غضون 1 إلى 9 أشهر يقل السعال وضيق النفس بشكل كبير. بعد عام تقل نسبة الإصابة بضيق الشرايين التاجية للقلب إلى النصف مقارنة بالمدخنين.